ترى ما هذا السودان؟ هل هو رقعة أرض كأية أرض أخرى في هذا العالم؟ وهل هناك أرض تماثله ارتواء بنهر خالد من أنهر الفردوس؟ نيل خير وبركة. هل هنالك أرض تعادله فيما اختصه الخالق بخيرات من ثمر وشجر وأنعام وثروات مسخرة ظاهرة ومكنوزة؟ هل السودان كأية أرض أخرى؟ لا ثم لا. هل تفكرتم في إنسان هذا البلد الثروة؟ الإنسان الذي كنز له كل هذا الخير وسخرت له هذه الثروات من المولى الحسيب الرقيب، فهو إنسان متميز ومتفرد في سكونه وحركته، في محبته وثورته. فهذا البلد غير عادي وساكنه غير عادي، وكذلك تأريخه وحاضره وبشائر مستقبله. فالتاريخ يحدثنا أن أرض السودان قد احتلت بواسطة الاستعمار الأجنبي الذي أذاق السودانيين الأمرين من قهر وظلم ونهب لخيراته. فثار السودانيون بقيادة الإمام محمد أحمد المهدي في أكتوبر عام 1881 من جبل جدير، وتوحدت القبائل السودانية لمواجهة المستعمر، وتحررت حامية بارا في عام 1882، وتحررت حامية الأبيض بعد حصارها في 19 من يناير عام 1883، مما حدا بالمستعمر أن يحشد جيشا ضخما قوامه 10,000 جندي للقضاء على هذه الثورة بقيادة الجنرال ويليام هيكس، الذي تمت هزيمته وإبادته عن آخره في غابة شيكان في 5 نوفمبر عام 1883، مما حدا بحاكم إقليم دارفور آنذاك سلاطين باشا أن يسلم دارفور للإمام محمد أحمد المهدي، الذي كانت ثورته على الاستعمار والظلم متميزة وخاصة وغير عادية. كان لهزيمة حملة هيكس باشا في موقعة شيكان وقع ودوي هائل في الأروقة السياسية والعسكرية بمصر وإنجلترا، وكانت بمثابة صفعة قاسية على وجه المستعمر الغازي. ففي مجلس اللوردات البريطاني قال اللورد فيتر موريس عن الهزيمة ودحر جنرالاتهم: لم يفن جيش بهذه الطريقة منذ أن هلك جيش فرعون في البحر. وقال روبن نيكولاند: هذه الكارثة أثارت رعبا عظيما في لندن، وقررت الحكومة البريطانية أن ترد اعتبارها أمام العالم ومستعمراتها التي لا تغيب عنها الشمس بالإعداد لحملة ضخمة بأعتى التجهيزات لدحر هذا الشعب وهذه الثورة الوليدة بالسودان. فحتى تكتمل التجهيزات للحرب الفاصلة كان خيارهم بطلهم الأسطوري تشارلز جورج غوردون المحارب القومي المهيب بأن يعود من الصين متوجها للسودان لهذه المهمة القومية. ولقد أسعد الرأي العام البريطاني هذا الاختيار، فقد كتبت صحيفة كولمول
التاسع من يناير عام 1884 على لسان رئيس تحريرها ويليام توماس ستيد مقالا عنوانه غردون الصيني للسودان. تخرج الجنرال جورج تشارلز غردون في الأكاديمية العسكرية البريطانية في وولوتش عام 1848 متخصصا في الهندسة العسكرية، وخدم في المستعمرات البريطانية كالهند والصين، وذاع صيته وجبروته في تلك البقاع، ومثل المستعمر في أبشع صوره وجبروته واستبداده. لا ينسى الشعب الصيني شارلس جوري غردون الذي أذاقنا العذاب من سنة 81-800 إلى 84-800. وغردون هو العدو المشترك للشعبين السوداني والصيني، وقد أحضر من الصين لممارسة نفس هوايته في تعذيب وقتل السودانيين. ولحسن حظنا أن غردون قتل بأيد سودانية بعد قيام الثورة المهدي، وهذا جميل لا يمكن أن ينساه الشعب الصيني للسودانيين. عاد غردون إلى بريطانيا لاستلام مهمته الجديدة بالسودان في 18 من يناير عام 1884. كان الإعداد قد بدأ بحملة ضخمة تقوم باحتلال السودان وتحطيم الثورة المهدية بتقسيم السودان على قبائل تحكم نفسها تحت إمرة ضابط إنجليزي، وحصر المهدي في كردفان وإغرائه بتنصيبه عليها، ولكسب الوقت الكافي لوصول المعدات والأسلحة والجيش. غادر غردون وحرس شرفه لندن إلى القاهرة، ومنها عبر صحراء النوبة بالجمال المستأجرة، وبعد 18 يوما كان قد وصل الخرطوم في 18 من فبراير عام 1884 قبالة القصر الجمهوري على شاطئ النيل الأزرق. وبعد دخوله القصر تجول في ساحاته وحدائقه الغناء، وبدأ في نسج خيوط مؤامرته على السودان والسودانيين وثورتهم الوليدة وقائدها الإمام محمد أحمد المهدي، بأن أرسل رسالة للمهدي تنفيذا لمخطط حكومته المستعمرة المخبئة للسم في دسم أسطر الرسالة التي قال فيها: To my master and chief Sir محمد أحمد المهدي. إلى حضرة سيدنا ومولانا السيد محمد أحمد بن عبد الله حفظه الله، آمين. بعد إهداء السلام وزيادة التوقير والاحترام، وبعد أرسلوا لطرف حضرتكم فرمان من لدن السلطان المعظم بتأييد حضرتكم على حكومة كردفان. واعلم يا حضرة السيد أني أريد أن أكون معكم بغاية المحبة والمودة. 16 من ربيع الآخر 1301 للهجرة، غردون. ومع رسالته أرسل للمهدي جلابية من الحرير الصيني، وكان لا يدانيه شك بأن يفطن الإمام المهدي لمؤامرته، بل شرع فورا في مراجعة استحكاماته الدفاعية حول الخرطوم، ولتنفيذ الشق الثاني من خطته بأن يفرق بين قبائل السودان لتسود إمبراطوريته الغازية، فشرع في إصدار العملة الورقية للتداول بمختلف فئاتها. رد الإمام محمد أحمد المهدي على رسالة الجنرال غردون برسالة قال فيها:
وصل جوابك إلينا وفهمنا ما فيه، واعلم أني لا أريد ملكا ولا مالا ولا جاها. أما ذكرك بأنك تريد أن تكون معنا بغاية المحبة والمودة، فنعلمك أننا امتثلنا لأمر الله ولا نتخذ وليا إلا الله ورسوله والمؤمنين، فافهم وسلم تسلم. وها هي هديتك عائدة إليك مع ما نرغبه من اللباس لأنفسنا وأصحابنا، ثم إن مثل هديتك هذه عندنا كثير ولكن أعرضنا عنها، فإن أنبت إلى الله وطلبت ما عنده لا يصعب عليك أن تلبس ذلك، وها هو الرسول الذي أتى منك واصل إليك، محمد أحمد المهدي. وأعاد لغردون هديته، لأن المهدي لا يلبس الحرير ولا يهديه، إذ إن بقية الرسالة قد أوضحت وأوفت، بل أرسل لغردون هدية هي كسوة الزهاد التي درج ثوار السودان على ارتدائها آنذاك، وكان ردا بليغا ينم عن بصيرة وفهم عميق لهذه الحياة. أليس هذا هدي خير البرية المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إن القائد السوداني محمد أحمد المهدي كان متميزا، وقد شهد بذلك السير وينجد باشا الذي قال عنه: لا شك أن هذا الرجل قد أوتي أقوى مراس وأصفى بصيرة ذهنية، كما قال عنه المبشر النمساوي جوزيف أورنالد الذي كان قد وقع في أسر المهدي: إن المهدي عجيب الفتنة، بهي السمرة، تعلو وجهه دائما ابتسامة عذبة، وكان أسلوبه في الحديث عذبا بدرجة غير عادية. أدرك المهدي بفراسته نوايا الجنرال غردون، فقرر مواصلة حملته لطرد المستعمر الغازي من بلاده بتحرير الخرطوم، فعين أمير أمراء المهدية الأمير عبد الرحمن النجومي قائدا عاما لقوات حصار وفتح الخرطوم، وبدأ الزحف الثوري نحو الخرطوم. واصل الجنرال غردون إشرافه على استحكامات الخرطوم الدفاعية، وظل يرسل الرسائل والبرقيات لمصر وبريطانيا عن الوضع بالسودان، مترقبا وصول الحملة الغازية، ويراسل ويهادن السودانيين الذين كانوا ينصحونه بالاستسلام، ومنهم عبد القادر إبراهيم قاضي الكلاكلة الذي رد على رسالة غردون له قائلا فيها: يعلم يا سعادة الغردون أننا خاطبنا حضرة الإمام المهدي في حقكم، ووردت إفادته بما أوجب سروركم وتأمينكم إن حصل منكم له الانقياد والتسليم، وكنا فيما سبق قد أنذرناكم 3 مرات بما فيه الكفاية لأهل العقول، فإن كانت لكم معي محبة كما حكيتم فاقبلوا قولي وانتفعوا به وسلموا أنفسكم والمسلمين، وإلا فستعلمون غدا من الكذاب الأشر: عبد القادر إبراهيم قاضي الكلاكلة. كانت هذه الرسالة أبلغ دليل على معدن وخصوصية هذا الشعب الأبي، وانطلقت قوات عبد الرحمن النجومي في سبتمبر عام 1884، وقسم قواته المحاصرة إلى 3 فرق تجاه طابية الكلاكلة تحت إشرافه، وفرقة الأمير عبد القادر والمدرع تجاه المسلمية، وفرقة عبد الله والدنور تجاه طابية بري، وأتباع الشيخ العبيد تجاه الحلفاية، وتركت منطقة غرب النيل الأبيض لينزل بها الإمام المهدي عند وصوله. الحصار الاستراتيجي التكتيكي لهذه المدينة لا يعني كان صعبا، لأن مدينة الخرطوم كانت من في ذلك الوقت في مفهوم القرن 19 كانت من أكثر المدن تحصينا طبيعيا من الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية، كان يعني يحميها النيل الأزرق،
من الجهة الغربية والجنوبية الغربية كان يحميها النيل الأبيض ويلتقيان في المجرن أو الجرن كما يقول الإخوة العرب. لذلك تحصينها كان أمرا سهلا، بدأه حكم دار الخرطوم وحاكم الخرطوم المصري العرابي عبد القادر باشا حلمي، ووصل ما بين ضفتي النيل الأزرق والأبيض بحصون قوية جدا، وجددها وجهزها وقواها جنرال غردون عند وصوله في أبريل 1884. واصل غردون عناده وإفراطه بالثقة في إمبراطوريته، عازما على إغراء المهدي بالمال بعد أن فشل إغراء المناصب، فأرسل للمهدي رسالة مخبرا فيها أن حكومته ستفديه ب20,000 جنيه استرليني. فرد عليه الإمام محمد أحمد المهدي برسالة قال فيها: فمن العبد المفتقر إلى الله المعتصم به محمد المهدي بن عبد الله إلى غردون باشا، سلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن أعرضت كان عليك إثمك وإثم من معك، وقد أحببت أن لا تهلك مع الهالكين، وقد بلغني في جوابك الذي أرسلته إلينا أنك قلت إن الإنجليز يريدون أن يفدوك وحدك ب20,000 جنيه، وأنت إن قبلت نصحنا سنرسلك إلى بلدك دون 5 فضة. بعد أن قرأ غردون رد المهدي أذهلته جرأة وثقة هذا البطل السوداني، إلا أن هذا الإحساس لم يدم طويلا لمكابرته وغروره، فكانت ضالته آلة البيانو التي طالما جلس عليها عازفا وعازفا عن الإنصات لدعوة المهدي بالاستسلام. ارتفعت أصوات كثيرة داخل الخرطوم منادية بمناصرة الإمام المهدي وجنوده والانضمام لركب ثورة التحرير، ومن أبرزها صوت المناضل أحمد العوام خطيب الثورة العرابية الذي تم نفيه إلى السودان مع أبطال الثورة العرابية آنذاك، اللواء علي الروبي وحسن موسى العقاد وعلي السيد قنديل وعمر رحمي وعلي حسن. وقد كان أحمد العوام يجاهر بمناصرة المهدي برسائله ونصائحه، داعيا القبائل للانضمام لثورته وزحفه لتحرير الخرطوم، وقد أعد خطة لحرق معمل البارود بالقصر كي لا يستخدمه غردون ضد جنود المهدي، وفشلت المحاولة، وأمر غردون بالقبض عليه وحكم عليه بالإعدام. وعند إعدامه كان العوام رابط الجأش، لسان حاله يقول لغردون: لا تظن أنك بقتلي ستقتل همة الشعب السوداني والمصري، والمهدي قادم إليك، ويكفيني فخرا أن أموت وأنا واقف مع الحق والسودانيين في مناهضتكم. أكملت قوات حصار الخرطوم بقيادة الأمير عبد الرحمن النجومي مهمتها بعزل الخرطوم وحصارها، وطال أمد الحصار، وقواد المهدية يلحون بالرسائل على غردون أن يستسلم خشية إراقة دماء الأبرياء بلا طائل. آخر تلك الرسالة رسالة الأمير عبد الرحمن النجومي وود النور التي جاء فيها: فمن عبدي ربهما عبد الرحمن النجومي وعبد الله النور إلى غردون باشا، أما بعد فما نعلمك به أنك بحال حضورك للسودان في المرة الأخيرة، وقد رددت لسيادته بغير المظنون فيك. بالأمس تحرر منا إليكم ردا لمكاتبتكم لنا
مع رسولكم الذي توجه، وأفهمناكم فيها بأن تخرجوا بخارج التجرة للالتحام للقتال قبل حضور الرايات المرسولة لنا من لدن الإمام محمد أحمد المهدي، لأننا الآن بالقرب منكم برأي العين، ويحتمل أنكم لا تجدوا فينا فرصة بعد هاتين اليومين. فبعد هذا لم تكن بيننا وبينكم مكاتبة أو مخاطبة، إلا الحرب، والإعلان واصل بطيه. كانت الأحداث تؤكد أن غردون لم يقدر ثورة السودانيين قدرها الحقيقي، وكان لا يدانيه شك في الانتصار عليها، بل كان يطلق عليها ثورة الدراويش. كان دائما ما يأخذ منظاره ومن شرفة القصر الشمالية يداوم النظر إلى الأفق الشمالي، مترقبا غبار مشاة البيادة ودخان بواخر الحملة القادمة، والتي قال قائدها اللورد ويلسلي: من المتوقع أن أصافح غردون في الخرطوم في 31 من يناير القادم. ومن عجائب القدر أن يعبر مسار منظاره جزيرة توتي مارا بأسطح منازل مزارعيها، ومنهم حاج الشيخ محمد الضو، من الأنصار الذين يقال إن نهاية غردون كانت على أيديهم. وكانت كلما تمر الساعات وغردون مترقبا كان يقوى أمله بوصول الحملة الغازية للخرطوم في أي لحظة. معركة أبو طليح من المعارك الهامة جدا التي لا يعلم بها الكثيرون، وهي معركة غيرت تاريخ السودان وغيرت المفهوم الاستراتيجي الوطني لبريطانيا المملكة التي لا تغيب عنها الشمس. حشدت الحكومة البريطانية في الحملة المرسلة للسودان أحدث التجهيزات العسكرية والعتاد الحربي، وانتقت خيرة ضباطها وجنودها الإنجليز للقضاء على الثورة المهدية والانفراد باحتلال السودان والانتقام لهزيمتهم في شيكان وفك الحصار عن غردون باشا ومن معه في الخرطوم. خطط الإنجليز ترك الأحمال في الزريبة ومعها الجمال الرئيسية بحراسة قوة، التقدم في شكل مربع بداخله جمال للمياه والزخيرة والمستشفى، احتلال آبار أبو طليح، يرسل للجمال والأحمال التي تركت بالزريبة للانضمام إلى القوة، بعد الشرب والتزود بالمياه يتقدم إلى المتمة لاحتلالها. أما خطة الإمام المهدي لقواده المتصدين لهذه الحملة هي تعطيل تحريكها ومناوشتها دون الدخول في معركة فاصلة مع الحملة الإنجليزية التي تحمل سلاح مرض التايفويد في أغذية معلبة استجلبوها لهلاك جيش المهدي. حرب بايولوجية حفظ الله منها السودانيين المدافعين عن أرضهم. وكان الموقف العام خطة قوات الإنجليز الغازية للسودان تمثلت في تقسيم القوة إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تتحرك عبر طريق الصحراء من كورتي إلى الجقدول إلى أبو طليح إلى المتمة. واجب المجموعة الأولى احتلال المتمة ومن ثم إنغاز الخرطوم بالتنسيق مع المجموعة الثانية. المجموعة الثانية تتحرك على النهر من كورتي إلى أبو حمد إلى بربر. واجب المجموعة الثانية تأديب المناصير المنتشرين بالمنطقة ومن ثم التحرك إلى أبو حمد ومقابلة الدعم الواصل من كورسغو، وبعدها يتم احتلال بربر. والاتصال والتنسيق مع طابور الصحراء بالمتمة لإنقاذ الخرطوم. خطة قوات الأنصار تمثلت خطة قوات الأنصار في تقسيم القوة إلى 4 مجموعات. القوة الأولى جمع الطبول 150 فرد في عمق وادي أبو طليح
خداع العدو بأن القوة الرئيسية ما زالت هناك ولزيادة الحماس. القوة الثانية قوات الأمير الحاج علي والسعد 500 فرد قاعدة نيران وإنزال كميات كبيرة من النيران على الزريبة ولتغطية الهجوم. القوة الثالثة قوات الأمير صديق حاج علي الجعلي 600 فرد تبدأ عملها بعد تحرك قوات الطابور نحو الآبار والقيام بأعمال القنص والمناوشة المستمرة وستر انسحاب القوة. القوة الرابعة القوة الرئيسية عددها 3750 وتتقسم إلى 5 مجموعات اقتحام من الفرسان وحملة السلاح الأبيض، كل مجموعة 750 تكون مختفية تحت المنحدر الصخري لوادي أبو طليح، وتنقسم القوة إلى 4 مجموعات كالآتي: المجموعة الأولى قوة المحور الرئيسي وتكون في الوسط بالنسبة لقوات الاقتحام، وهي بقيادة الأمير موسى محمد الحلو ويساعده الأميران إبراهيم عجب الفية والبشير عجب الفية كنانة. المجموعة الثانية يمين مجموعة الأمير موسى ويقودها الأمير والبلال من دغيم. المجموعة الثالثة أقصى يمين محور الأمير موسى يقودها الأمير عبد المجيد محمد خوجلي ويساعده الأمير الحاج علي والسعد جعليين. المجموعة الرابعة يسار الأمير موسى يقودها عبد الله برجوب لحوين. المجموعة الخامسة أقصى يسار الأمير موسى يقودها الأمير أحمد جفون شنخاب. انتهز الأمير موسى محمد الحلو تلك الثواني القليلة ليتخذ من قوات النغيب كامل ساتر بينه وبين قوات الإنجليز التي تشكلت من 3 مربعات. المربع رقم 1 وهو المربع الرئيسي بقيادة سير هيربرت ستيوارت ويتكون من القوات الأساسية. المربع 2 خرج من المربع 1 قائده اللورد بيرسفورد ومعه مدفع الجاردينر سريع الطلقات، بقية القوات تحمل البنادق مارتيني هنري بسونكي. المربع 3 قائده العقيد بيرنبي نائب قائد طابور الصحراء، تسليح المربع البنادق مارتيني هنري بسونكي. تمكنت مجموعة الأمير موسى الحلو من الوصول والهجوم على المربع 2 وتمكنوا من تشتيته في بضعة دقائق، واصل هجومهم على مشرة المربع 1. الأمير البشير عجب الفية فتح جناح مجموعة الأمير موسى من ناحية اليمين وهجم على المربع 3 قائده العقيد برنبي الذي خر سريعا وتم القضاء على بقية المربع، والبقية هربوا إلى داخل المربع الرئيسي رقم 1 والتي كانت نيران مقدمته وزاوية جانبه الأيسر مستمرة بكثافة على المجموعتين الرابعة والخامسة، مما أدى إلى توقف هاتان المجموعتان على بعد 200 متر. وصلت مجموعة الأمير محمد بلال فهجمت على الزاوية التي تربط ميسرة المربع 1 بمؤخرته. قوات تلك الواجهة هربت جميعها إلى داخل المربع إلى أن منعتها من الحركة الجمال الموجودة بكثرة داخل المربع. وصلت مجموعة الأمير عبد الماجد خوجل والأمير الحاج علي والسعد المربع رقم 1 بسبب طول الطريق وهجم على مؤخرة المربع. لم يصمد العدو كثيرا بسبب الهجوم العنيف فتناثرت مؤخرة المربع لقوات العدو. مقدمة المربع 1 كان قد انفصلت في الأمام في المنطقة المرتفعة ومعها المدافع 7 رط والبنادق المارتيني هيريري. عندما فقدوا الأمل بدأوا في إطلاق النار على بقية المربع في وسط الزحام على الأنصار وقواتهم. سقط الأمير موسى محمد الحلو شهيدا. استمرت المعركة 10 دقائق منذ بداية الالتحام. أليست هذه عبرة لمن لا يعتبر؟ ألا يدل ذلك على أن هذا البلد غير عادي وهذا الشعب غير عادي؟ ومن المواقف المضيئة التي سطرها التاريخ ذلك الموقف الشجاع الذي وقفته قبيلة الكبابيش حينما رفضت بيع الإبل للجيش الغازي رغم الإغراء المادي. إن ملحمة أبو طليح رغم أنها كانت خاطفة ولم تتعد 10 دقائق إلا أنها تعتبر وجها مشرقا
للبطولات السودانية، حيث أظهرت حسا سياسيا وعسكريا موحدا ضد القوات الغازية، وذكاء فاق ذكاء القادة الإنجليز خريجي الكليات المتخصصة في ذلك الزمان. ورغم رتبهم ونياشينهم، إلا أن العقلية العسكرية السودانية كانت فوق ذاك، وعلى مر التاريخ كان المقاتل السوداني يشار له بالبنان. وقد سطر التاريخ بمداد من ذهب موقف البطل علي والضلولة وزوجته اللذين استشهدا في معركة أبو طليح، وهما يؤديان دورهما الاستخباراتي في تحديد مكان الجيش الغازي بإصرارهم على إيقاد النار لشرب الشاي، مما أدى إلى معرفة تحرك جيش الحملة، وهذا يؤكد الحس الأمني الفطري للشعب السوداني. يا له من موقف بطولي أن يضحي هذا البطل بنفسه وزوجته في سبيل الدين والوطن. في 26 من يناير عام 1885 اقتحمت قوات أبطال المهدية الاستحكامات وهزمت قوات غردون. هذا الهجوم باختصار شديد الذي يعني انتهجه والدنيوم وصار مدرسة فيما بعد، عبارة عن الهجوم بنقطة ضعيفة في التحصينات في شمال في الضفة الشرقية للنيل الأبيض، دخول بقوة صغيرة ثم الالتفاف وضرب القلاع من هذه المنطقة، هذا يسمى الهجوم بالاختراق. وتم تحرير الخرطوم في هذا اليوم من المستعمر الغازي. وقد قيل إن الجنرال غردون قتل بسيفه الذي طالما أزهق أرواح الكثيرين ممن ناضلوا وثاروا على ظلم وجبروت المستعمر. أما الفرقة النهرية التابعة للحملة البريطانية بقيادة اللورد ويلسلي فعند وصولها إلى الخرطوم كانت نهاية غردون قد حلت، والخرطوم قد تحررت من المستعمر إعلانا لاستقلال السودان الأول الذي سبق ميلاده كثيرا من بقاع الأرض في ولادته. النهج الذي انتهجه الأمير أمير أمراء النجومي وصار مدرسة انتهجه كذلك الجنرال جوديريان. الجنرال جوديريان اللي هو يعتبر من أفزاز القادة الألمان، وهو الذي اجتاح خط ماجينو الشهير ودخل باريس كما دخل والدنيومي الخرطوم، وبنفس النهج وبنفس الكونسبت. كأنما لا أدري هل قرأ جوديريان ما حدث يوم 26 يناير أم كان الشيء إلهام صادف والدنيومي وصادف جنرال جوديريان الذي اجتاح خط ماجينو الذي كان شبيها بتحصينات الخرطوم. أما اللورد ويلسلي وبعد أن أضنته أصوات الطبول والرصاص كتب رسالة لحكومته وهو مكسور الخاطر، قال فيها: The government must tell me what I have to do now. يجب على الحكومة الآن أن تخبرني أي طريق يريدونني أن أسلك. فسقوط الخرطوم قد تركني من غير تعليمات. الهدف من مهمتي في هذه البلاد قد أصبح مستحيلة. هذه ملامح من ماضي هذه البقعة الطاهرة، السودان. أحداث عصور ودهور، تمر عاصفة في عام أو عامين، أكدت خصوصية الأرض وقاطنيها. إن العداء لن يهدأ لهم بال إلا أن يكرروا المحاولات لنهب خيراته وثرواته وإيقاظ الفتن بين أبنائه. ولكم أفنت الورى الفتن،
ولسان حال أبنائه يقول: إنهم جند الله وجند الوطن، وإن أرواحهم فدا لهذا الوطن العزيز. كيف لا، وهذه الأرض غالية الثمن، وإنها عرفت منذ القدم بأرض الأسود، وإن الدخول إليها غازيا باهظ الثمن. من الصدف العجيبة أن أسفل هذا العلم المكان الذي قتل فيه غردون. أما زوار القصر الجمهوري فإنهم يرون الصقور تحوم حوله، إلا أن هنالك صقرا عنيدا يحاول النيل منه. أما العلم فلسان حاله يقول لهذا الصقر: اذهب بعيدا عنا لمن يتخذك رمزا لهم في القارات الأخرى، وقل لهم إن هذا الشعب كسر أجنحة الإمبراطوريات وقلم أظافرهم وغيب شمسهم. هذا لسان الحال، فما أغناك عن السؤال، فاذهب بعيدا عنا، تبا لك، تبا لك، وتبت أيدي كل من يمس ترابك. اذهب اذهب اذهب.